سيكون الإضافة المرجوة، هو الطريق الوطني المزدوج والذي يربط الجزائر بتونس وعلى مسافة 45 كيلومترا عبر المعبر الحدودي الحدادة، وهو أيضا الطريق الاقتصادي الذي سيجعل من المراهنة الحدادة وسوق هراس ككل منطقة عبور بامتياز. ما تبقى إلا 6 كيلومتر للوصول إلى الحدود الجمهورية التونسية، ويدخل ضمن المخطط التوجيهي للولاية، يعتبر مركز اقتصاد بامتياز، يعني سوق هراس لأن تربطنا من هنا عنابة طريق شرق غرب ومن هنا الجمهورية التونسية، دوك وخاصة الميناء البار. ربط الجزائر بتونس على نقطة ساقية سيدي يوسف بغض النظر عن الشقين التاريخي والاجتماعي، رهان مضاعفة الحركية في هذا المكان قد ينطلق أيام فقط تفصل عن استلام المشروع. نعول على نجاحه لتمكين بلدية الحدادة خاصة من تدعيم إيراداتها، وكذلك تعود بالفائدة على المستوى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستقطبهم هذا المعبر. هذا المشروع الهام والهام جدا، واللي عنده أبعاد اقتصادية وطنية، على اعتبار أنه يربط الجمهورية الجزائرية بشقيقتها الجمهورية التونسية، ووجود المعبر الحدودي الحدادة وما يشكله عائداته الاقتصادية من تنمية محلية سواء لسكان الحدادة، لسكان المراهنة، سكان سوق هراس بصفة عامة. ما تبقى إلا كيلومترات قليلة وجسر على مسافة لا تتعدى 40 مترا تفصل عن مشروع سيغير خارطة المكان وليترجم أفاق المتعاملين الاقتصاديين عبر هذا الطريق السريع.